السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. إذا لا فيديو ديال اليوم غتكون شوية طويلة، ماشي بزاف، شوية. دونك غادي نشوفو فيها شنو، غنشوفو لي زيكزارتيس، شي حاجة اللي مهمة بزاف. دونك أول تمرين غادي نقولو غير أورالمون. دونك دوني لا ديفينيسيون دو شاكون دي زيكسبريسيون سويفونت. أول إكسبريسيون هي غاميت مال. وشنو هي غاميت مال؟ دونك غاميت مال سي اون سيلول روبرودكتريس مال. Fabriqué au niveau des testicules. Donc, c'est une cellule reproductrice mâle, fin que tsao, fabriquée au niveau des testicules. Vous savez? Zid, ovule. Taïen, c'est une cellule reproductrice femelle, fabriquée au niveau des ovaires. Vous savez? Cellule reproductrice femelle, fabriquée au niveau de l'ovaire. La fécondation. C'est l'union. دي غاميت مال اي دي غاميت فيميل. هي باش كينسجمو ليا شنو غاميت مال مع غاميت فيميل. سيلول اوف، شنو هي سيلول اوف؟ سي لو ريزولتا دو لا فيكونداسيون. بكل اختصار تقدروا تزيدوا تلقاو لا ديفينيسيون ديالها ديتايي في المطبوع. دونك سيلول اوف باختصار هي النتيجه ديال لا فيكونداسيون، سي لو ريزولتا دو لا فيكونداسيون. اوفيبار سو سون دي انيمو كي بونت دي اوف، حيوانات اللي كيبيضوا بيضات. Vivipares, ce sont des animaux qui donnent, qui allaitent, et donc il y a un échange nutritif entre la maman et le bébé ou l'embryon. Kayen wahed tabadul ghidaï. Anshrah likom kifash. Daba vivipare, katatani lbid, wesh apre katbqa katqabel dak lbida w katwakel hatta katkber? La, bda katghda mndak chi kayen dakhel menha. Amma hna vivipare فكيبقى واحد مرتبط مع الام ديالو بالحبل السري اللي كيبقى دوز ليه الماكله منه. متفقين؟ فيكونداسيون انترن. دونك سي اون فيكونداسيون كي ا ليو ا لانتيريور دي فوا جينيتال فيميل. دونك فيكونداسيون انترن اللي كطرى داخل جهاز التناسل الانثوي. صافي، انا علاش ما كتبت لكم حيت غادي نطول بزاف بزاف بزاف، وحيتاش ديجا شفنا هادو في لي فيديو اللي قبل. دونك كاينين لي ديفينيسيون، سي كلير. بغيت هنا غير نفكركم بهم ونشرحهم لكم. السؤال الثاني، parmi les phrases suivantes indiquez celles qui sont justes et proposez des corrections pour celles qui sont fausses. دونك هنا عندي واحد الجمل خاصني نقراهم ونفكروا فيهم، فهموا مزيان ونقولوا شكون اللي صحيحه وشكون اللي خاطئه، واللي خاطئه شنو نديروا؟ نعطيوها التصحيح ديالها. اذا اول وحده، on parle de développement direct lorsque l'éclosion libère une larve qui ne ressemble pas à l'animal adulte. نعاود وركزوا معايا. On parle de développement direct. كنقولوا بلي راه développement direct lorsque l'éclosion من كتفرقع لي البيضه كتعطيني واحد لا لارف، متفقين؟ اللي ما كتشبهش لادولت. فري او فو؟ فو. تري بيان. علاش؟ حيت ملي كنقولوا direct كي خاص يكون، خاص يكون كيشبه ليه. هنا قالك نو غوسومبل با، ما كيشبه ليش. حنا عارفين ديريكت كيشبه، انديريكت ما كيشبهش، سي كلير. اذا الاولى، يا الله، الاولى ندير اف اللي هي فو، والتصحيح ديالها غادي نخلي الجمله كيف ما هي، غير هاد ديريكت غادي نحولها باش انديريكت. دونك الجمله تبقى كيف ما هي، غير وعي هاد ديريكت نديرو لها هكذا ونديرو انديريكت، صافي تولي الجمله صحيحه. متفقين؟ وبالنسبه للي دارو، بالنسبه للي يقول لك مادام بغينا نخليو ديريكت، سي بوسيبل نخليو ديريكت، غير هنا عوض نو غوسومبل با غادي نرجعوها غوسومبل، صافي. ولكن من الاحسن تكتبو هنايا انديريكت، حيتاش لارف ديما ما كتشبهش لادولت. يلا لورسان، عارفين شنو هو لورسان؟ هو القنفذ البحر. اي ليسكارغو، شنو هو ليسكارغو؟ هو الحلزونه. سون دي زانيمو اوفيبار ا فيكونداسيون اكسترن. واخ نهضروا بالواحد بالواحد، لورسان، لورسان شنو كيدير ليا؟ لورسان اوفيبار فيكونداسيون كي دايره اكسترن، فيكونداسيون كطرا في الماء. اوكي ليسكارغو في كطرا لا فيكونداسيون انترن، اذا فو.
غادي ندير بلي اسكارغو عنده شنو؟ اون فيكونداسيون. انترن، باردون ما تيبالكمش. صافي دابا غادي نمشيو نشوفو السي. يال دونك سي il n'y a pas de reproduction sexuée sans fécondation. Il n'y a pas de reproduction sexuée sans fécondation. C'est vrai. واش غتكون عندي شي reproduction sexuée الا ما كانتش fécondation. شنو هي fécondation؟ هي من كيتلاقى لي الغاميت مال والفيميل. الا ما تلاقاوش ما عمر غتكون عندي reproduction. صافي دونك vrai. C'est clair. دابا نمشيو نشوفو هنا وحده دي. ركزي معايا، ركزوا معايا حتى نتوما. دونك تو لي زانيمو اكواتيك اون اون فيكونداسيون اكسترن. قال كاع الحيوانات اللي كيعيشوا في الماء عندهم فيكونداسيون اكسترن. زعما حتى واحد ما تيحمل في كرشو. فغي متاكده كيبيضوا كيلوحوا لي غاميت ديالهم في الماء. نو دونك قالك هنا نعاود تو لي زانيمو اكواتيك اون اون فيكونداسيون اكسترن. دابا مثلا لا غرونوي فيكونداسيون اكسترن، اسكارغو فيكونداسيون اكسترن، كيكو زانيمو اخرين كيكو بواسون فيكونداسيون اكسترن. ولكن كاينين دي زانيمو كاينين دي بواسون اللي كتكون عندهم لا فيكونداسيون انترن وعاد من بعد تيبيضوا بيضات. اذا هادي فو. متفقين؟ دونك دابا غادي نشوفو او. لو ديفلوبمون دي زانيمو اوفيبار سيفيكتو توجور اون ميليو اكواتيك. قالك لو ديفلوبمون ديال لي زانيمو اوفيبار ديما كيطرا في الماء. واخا لي زانيمو اوفيبار فحال الدجاجة مثلا، واش الدجاجة كيطرا دون ان ميليو اكواتيك؟ لا. متفقين؟ دونك مازال كون قالو لي بواسون ولا شي حاجة فحال هكا نقولو اه. دونك غادي ندير فو. دونك نحيدو هير داك تو نقولو باتو لي زانيمو اكواتيك اون اون ان ديفلوبمون ديريكت. شكنقول اون اون فيكونداسيون اكسترن. اويلي غادي تقولو با بلاتي لي ديفلوبمون دي زانيمو اوفيبار سيفيكتي توجور اون ميليو اكواتيك. غادي نديرو لو ديفلوبمون دي زانيمو اوفيبار نو سيفيكتو با توجور، يعني هنا نزيدو هنا نو وهنا با. صافي النفي. اف ديوش عليا دارني راسي ودايخه واحد شويه. دونك تو لي زانيمو كي ساكوبل اون اون فيكونداسيون انترن. كاع الحيوانات اللي كيتزاوجوا عندهم فيكونداسيون انترن. واخا مثلا لا غرونوي اللي هي الضفدع ضروري كتزاوج ياك، ولكن من كتزاوج واش كترى لا فيكونداسيون لداخل؟ لا. لا غرونوي فيميل تتحط لي زوفول ديالها في الماء، والمال تيحط لي سبيرماتوزويد وكترى لا فيكونداسيون اكسترن. اذا فو غادي نقول با تو لي زانيمو كي ساكلو كي ساكوب اون 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 فيكونداسيون انترن. صافي يلا جي. ليسكارغو est un animal hermaphrodite ovipare à fécondation externe. واخ l'escargot يغلل est un animal hermaphrodite، يعني à la fois sexe mâle ou sexe femelle. يعني ماشي هاد الغلاله راها مال وهاد الغلاله فيميل، لا هاد الغلاله عندها الاعضاء ديال المال عندها الاعضاء ديال الفيميل، داكشي اش كنسميوه هرمافروديت. اذا هادي صحيحه. ovipare تيبيضو لي زيسكارغو. فكري مزيان تيبيضو تري بيان. à fécondation externe la fécondation interne عندهم ولا externe؟ interne. très bien. اذا هذه صحيحه هذه صحيحه، جاوا حتى لهنايا هذه اللي غلطه. اذا غادي ندير اف ونكتب الجمله كيف ما هي. غير في الاخر externe شنو خاصني ندير لها؟ خاصني نضرب على externe ونعوضها باش بانترن. من ورا الجي غادي ندير اش.
La fécondation est l'union des gamètes mâles et des gamètes femelles. صحيحة ولا خطأ؟ La fécondation هي l'union الالتقاء ديال لي gamètes mâles et femelles. Très bien, vrai. ندوزو لG. La cellule œuf est le résultat de la fécondation. La cellule œuf هي النتيجة ديال الفécondation. Vrai, très bien. Déjà que la définition de la cellule œuf est chez les animaux vivipares ne produisent pas l'ovule. Galak les il y a ولكن هنا ovule هي gamete femelle. Galak les animaux vivipares, الحيوانات الوالدة ما تعطيوناش دي gamete femelle. صح ولا خطأ؟ الحيوانات الوالدة ما كيعطيوناش دي gamete femelle. Vrai? Faux. Donc هنا واحدة هذه جي قبيله هذه كانت اي دونك جي ندير فو حيت لي زانيمو اوفيبار برودويز دونك غندير لي زانيمو فيفيبار برودويز ضروري كيصاوبو دي غاميت فيميل دي غاميت فمل ضروري ومؤكد من بعد جي شنو كاينه كاينه كا il n'y a pas de fécondation interne sans accouplement ما يمكنش طرا ليا la fécondation interne الا ما كانش accouplement vrai très bien حين ضروري خاص يديروا ليا l'accouplement يعني يتزوجوا مع بعضياتهم عاد طرا la fécondation بالنسبه لي chez les animaux vivipares la fécondation est externe هادي ال chez les animaux vivipares الحيوانات الوالوده la fécondation est externe ناخذ مثال ديال الفار واش الفار عنده اكسترن ولا انترن la fécondation interne très bien اذا هادي فو الا خدينا مثال البقره البقره راها vivipare vivipare في كتري la fécondation fécondation interne donc غادي نكتبو chez les animaux etc عوض اكسترن غنعوضها باش نعوضها اكسترن باش نعوضها بانتر متفقين دابا غادي نمشيو نشوفو ام تركزي معايا لا الله يعمل شي واحد فيكم كاملين شي لي زوازو شي لي زوازو يعني عند الطيور لومبريون اي بروتيجي بار لا كوكي دو لوف واش صحيحه ولا خطا ركزي معايا ريم دونك شي لي زوازو Chez les oiseaux, l'embryon est protégé par la coquille. Un toyour, donc l'embryon génial de l'adjudid, qui est mehmi, bach bdek la coquille. C'est ça ou la khata? Vrai, très bien. Bratna en, nous allons faire le tmrin. Chez les mammifères, le fœtus se nourrit au dépens de la mère à travers la placenta. ركزي معايا ريم. Donc chez les mammifères, اللي هما الحيوانات الوالودة, le fœtus, اللي هو le nouveau individu اللي كاين مازال في الكرش ديال مو, علاش كيتغدى؟ كيتغدى على داكشي اللي كتصيفط ليه مو مع البلاسونتا, vrai ولا faux? Vrai, très bien. حيت شفنا بلي كاينه البلاسونتا ومنها باش كيدوزوا المواد الغذائية اللي كيحتاجها الجنين في الرحم ديال الام ديالو. غندوزو دابا ليكزارسيس 3. متفقين ليكزارسيس 3 إيلوسيدي لي زيدي سويفونت أبارتيغ ديكزامبل متفقين دونك غنعطي دي زيدي من هاد إيلوسيدي لي زيدي سويفونت أبارتيغ ديكزامبل بوغ سارتان نعطي أمثلة بالنسبة لهاد لي زيدي بوغ سارتان إسبيس أنيمال لا باراد نوبسيال إي إمبورتونت بوغ لا روبرودكسيون سيكسيوال انا هنا خصني نشرح لكم شنو هي لاباراد نوبسيال شنو هي لاباراد نوبسيال لاباراد نوبسيال هي ديك الحركات اللي كيديروهم الحيوانات خلال التزاوج مثلا الطيور ناخذ مثال ديال الدجاجه والفروج الفروج يبقى يغني بالصوت ديالو تيدق قعوق متفقين وشنو اخر كيبقى ينفخ الريش ديالو اكسيتيرا دونك هادو كنسميهم دي باراد نوبسيال مثلا عند الظبي والظبيه شنو كدير الضبيه الجسم ديالها كيفرز واحد الرائحه اللي كتثير الانتباه ديالو دونك هادو كاملين سي سون دي باراد نوبسيال
Donc, pour certaines espèces, la parade nuptiale est importante pour elles. Maintenant, on peut donner un exemple de l'aide aux légumes. Quel est notre exemple? La fécondation interne favorise la vie en milieu terrestre. Donc, la fécondation interne favorise la vie en milieu terrestre. Maintenant, nous pouvons donner un exemple de la souris. Donc, la souris, quand elle a la reproduction, ou la fécondation qu'est-ce qu'on a interne. Ça fait. Chez les animaux vivipares, l'embryon bénéficie d'une protection importante. L'embryon qui est محمي بزاف علاش حيت كيكون داخل الكرش ديال امه ماشي بحال عند لي زوازو مثلا ولا عند الغرونوي في كيكون لومبريون لومبريون كيكون هو واحد البيضه اللي محطوطه في الماء اذا ما محميش ولا مثلا الدجاجه كتعطيني بيضات داك البيض يقدر شي حد يقيسو يتهرس اذا ما محميش باغ كونطخ في الكرش ديال الام ديالو عند لي زانيمو فيفي باغ كيكون محمي مزيان سي كلير دونك اكزارسيس 4 Rédigez une phrase ou un ensemble de phrases en utilisant les expressions suivantes. On va dire comme les phrases, mais qui va les écrire. Ça fait? Ça fait? Yal. Donc, vie aquatique rencontre des gamètes. Donc, je vais dire comme une phrase. Il y a deux mots. Vie aquatique et rencontre des gamètes. Donc, nous pouvons dire que les juges ont des vies aquatiques rencontrent des gamètes. Donc, les poissons. Donc, chez les poissons, la rencontre des gamètes ou la rencontre des gamètes se fait dans la vie aquatique. Il y a une fille qui les gamètes dans la vie aquatique, dans un milieu aquatique. Et là, vie terrestre. Rencontre des gamètes fécondation. Donc, dans la vie terrestre, la fécondation se passe après la rencontre des gamètes dans la vie terrestre. Donc, la fécondation, les gamètes la vie aquatique, la vie terrestre. L'accouplement, fécondation interne. Donc, l'accouplement. La fécondation interne nécessite un accouplement. Pour avoir la fécondation interne, il faut avoir un accouplement. Il y a une fécondation cellule œuf larve adulte. Donc, après fécondation, on a la formation d'une cellule œuf qui se transforme en larve puis en un adulte. Donc, on a la fécondation, on a une cellule œuf qui va être la larve. ومن بعد تحول شنو تحول ان ادولت هنا ارمافروديت غاميت مال غاميت فيمل دونك ان انيمال ارمافروديت كابابل دو دوني دي غاميت مال اي دي غاميت فيمل واحد الحيوان اللي ارمافروديت قادر يعطيني دي غاميت مال اي دي غاميت فيمل فحال شكون فحال ليسكارغو ليسكارغو سي ان انيمال ارمافروديت اف غاميت مال تيستيكول دونك لي غاميت مال سو فورم ولا سون فابريكي او نيفو دو تيستيكول هنايا ovaire, ovule, ovipare, vivipare. Donc, les ovules sont fabriqués au niveau des ovaires chez les animaux ovipares et vivipares. Donc, les ovules, c'est ça, c'est l'ovaire. Les animaux ovipares ou vivipares, kif kif. Donc, d'abord, nous allons faire le tmerin, nous allons bzaf hada. Nous allons faire le tmerin, parce que je ne vais pas vous bzaf, moi, je vais vous faire le tmerin. Donc, complétez le tableau suivant. On dit imma O la V, O menita ovipare, V vivipare. Imma I ou la E, I fécondation interne, E fécondation externe. H ou la S, hermaphrodite ou la sexe séparé. Hermaphrodite, il y a les deux sexes, fnufs le kain. Ou la sexe séparé, il y a un sexe mâle et un sexe femelle. Nbdaou. Escargot. Escargot qui dira? Wesh ovipare ou la vivipare? Très bien, ovipare. Fécondation عندها interne, très bien. Ou واش hermaphrodite ou la sexe séparé? Très bien, hermaphrodite. La poule. واش ovipare ou la vivipare? La poule. Ovipare ou la vivipare? Ovipare. Fécondation interne ou la externe? Interne. Hermaphrodite ou la sexe séparé?
سيكسيبار كنلقاو ان كوك و اون بول لا سوري واش اوفيبار ولا فيفيبار فيفيبار فيكونداسيون انترن ولا اكسترن انترن تري بيان سيكسيبار ولا ارمافروديت سيكسيبار دابا البابيان ديال الفراشه واش اوفيبار ولا فيفيبار اوفيبار تري بيان حيت كيبريدو فيكونداسيون انترن ولا اكسترن انترن تري بيان سيكسيبار ولا ارمافروديت سيبار دابا الاورسان واش كيولد ولا كيبيض كيولد اوفيبار ومشي فريمون اوفيبار حيت ماشي كتبيض هي كتعطي دي زوفول ودوك لي زوفول كيتلاقاو ابخي في الماء مع السبرماتوزين في كونداسيون انترن ولا اكسترن اولا لا انترن اكسترن سيك سيباري ولا ارمافروديت وعلى سلامتكم متفقين دونك فوالا نتمنى تكونوا عجبتكم الفيديو الى عجبتكم ما تنساوش لايك ابوني باش يوصلوكم الفيديوهات الماجيين وشكرا بزاف تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف السلام عليكم.